اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي اللهم ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل اللهم مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في كل مكان، أينما كانوا، في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم يا الله، أنت المنان، وأنت رحيم الرحمن، وأنت رحيم الرحمن. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.